ماشي، والصراحه كلامه عجبني متفائل، ولقيت ان البلد دي يعني محتاجه راجل زي ده. بس هي المشكله يعني لو في حاجه ممكن اقولها ممكن، مش ممكن خلاص يعني. المشكله مش في نفسه، المشكله فينا احنا. احنا محتاجين نصور الاخلاق ونصور الاخلاق من الشعب وضمير من الشعب مش اكتر كده. الراجل ده هيبقى في نفس الوقت زي ما هو بياكد بالعمل بالعمل بالعمل، البلد دي هتنجح وهتتطور مش اكتر. هنتحب سيادة المشير عبد الفتاح السيسي لأن هو طبعا رجل المرحلة، لأن طبعا احنا بنحارب الإرهاب في الفترة دي. مش هينفع أي رئيس مدني مش هيكون عنده وعي بمكافحة الإرهاب يعني في الفترة اللي جاية دي، هو يعني الرئيس المناسب في الفترة دي، لحين يعني إن احنا نقضي على الإرهاب بعد كده يعني يعملوا اللي هم عايزينه، يجيبوا الرئيس اللي هم عايزينه. أتخذ طبعا المشير عبد الفتاح السيسي علشان هو القائد العظيم بتاع مصر، وما نمسكش بحد غيره. وغير كده عايزين مصر تمشي، مش عايزين ارهاب، عايزين البنات تمشي وتروح شغلها براحتها. انا عن نفسي قاعده بقالي سنه ونص من الشغل، لان بيطلع علينا بلطجيه وبيطلع علينا قرف، واحنا عايزين مصر نقدر ونعيش عيشه كويسه. لازم ننزل كلنا بمرحله. هنعمل ايه؟ هننتخب مين؟ ان شاء الله السيسي باذن الله. ليه؟ يعني عامل لنا حاجات جميله. عامل ايه؟ ما يعني حاجات كتير قوي اللي عملها، ومشى الدنيا بنظام. وهو اولا واخيرا حاجه اللي هو اي حد بتاع جيش بيبقى مظبوط. كان في الاول عبد الفتاح السيسي. ليه؟ ليش انا راجل محترم، راجل كويس وعادي البلد وعظيم بلد تستقر، ما فيها مشاكل. وتعبنا من عظيم بلد تستقر ونشوف مصالح مشاكل البلد وكلام من ده. اكيد بلد بناء على برنامج انتخابي تمام. وبعدين احنا عايزين شخصيات قياديه جدا، حد يقدر على البلد دي، مش حد تبقى البلد كبير عليه، عايزين حد يبقى قد البلد دي. ان شاء الله يمسك مصر او يبقى رئيس جمهوريه، يعمل اي حاجه عشان البلد، مش مجرد ان هو بس الكرسي دي يرسى بقى البلد زي لعبنا زي ما اتعودنا على طول يعني. لا مش هنتخب حد. ليه؟ كده لان انا شايف البلد كله يعني مش بالصح.